أكثر من 50 فرقة إطفاء خاصة بالمديرية العامة للدفاع المدني، كذلك هنالك فرق مساندة من طيران المدني، وكذلك وحدات الإطفاء الخاصة بأرامكو، وأيضا وحدة الإطفاء الخاصة بجامعة الملك عبد العزيز. فيما يتعلق بعملية الإطفاء تزال مستمرة منذ بدء الحادثة قبل قرابة 15 ساعة من الآن. نتحدث على أكثر من 300 جندي وضابط ومدني يعملون على عملية الإطفاء بشكل مباشر على مدار الساعة. لازلنا نرصد عمليات دخول أشياب المياه بشكل مستمر لدعم هذه الآليات بالمياه حتى لا يكون هنالك تأخير في عمليات الإطفاء بشكل كامل. نشاهد أيضا شاحنات سلطان، هل نجحت فرق الإنقاذ في احتواء الحريق في مكان واحد وعدم امتداده إلى باقي الخزانات المجاورة؟ هذا ما سوف نتحدث عنه. كانت طريقة، لو كان رجال الدفاع المدني أو رجال الإطفاء بشكل عام من كافة القطاعات الحكومية والخاصة يعملون بشكل مباشر على السيطرة في الحريق في الخزانين الاثنين التي تعرضتا لهذا المقذوف، حتى لا يتصل إلى أكثر من 10 خزانات أخرى أو 11 خزان تحديدا في هذه المحطة. تضم هذه المحطة 13 خزان، تم إصابة اثنين من هذه الخزانات، تم الاحتواء وتم السيطرة على هذه الخزانين وتم تحييد الحريق أو الانفجار في موقع واحد، وتم مباشرته بالمياه المعالجة وكذلك الرغوات الخاصة بالإطفاء حتى لا يتصل إلى الخزانات الأخرى. وهذا ما رصدناه أن هنالك انخفاض ملحوظ في ألسنة اللهب وكذلك الأدخنة بشكل عام، لكن ما يعيق هنالك سرعة الرياح التي تصل إلى 23 كيلو متر في الساعة، هي يعني تعيق بشكل غير مباشر عمليات الإطفاء، لكن العمليات مستمرة على مدار الساعة. تم استخدام آليات متطورة جدا هنا في المديرية العامة للدفاع المدني وكذلك من شركة بترو رابغ وعدد من الشركات الأخرى المتخصصة في عمليات الإطفاء أو التعامل مع مثل هذه الحوادث.